بسم الله توكلنا على الله فهم توكل على الله فهو حسبه. اسم ديالي دخانة عبد السلام، بطل العالم في ريادة الخوارق. أول مرة فاش خديت الشهرة في 1984 كنت مشيت أنا في هذيك اللحظة، في هذيك الوقت كان داك سباق المدن، هذاك سباق المدن، ومشيت عند بوحميد الله يرحمه. قلت لي سي بوحميد بغيت ندير معك داك شي شي حاجه ديال الجران كذا، نجرك التران والطوبيس داك سميتو. ناض من الكرسي وقال لي سير وليدي بويا عمر، المهم يتحملني شي باقي اول مره. جرى عليا مشيت انا، لقيت سي عبد الحميد جواري قال لي تمشي معايا عند الباشا. مشيت مع عبد الباشا، مشيت عند العامل الطرام حسين، قال لي اش كاين؟ قلت له اش كاين اش كاين اش كاين كندير سميتو. عرس لي ما قالنا في يدو هذيك الساعه قدام الناس قدام سميتو. جاب لي تقريبا في 1984 في شهر 10، جاب لي الصحافه وجاب لي التلفزيون في هذيك اللحظه. من هذاك النهار جرت لي التران والطوبيس وجرت لي بزاف. مؤخرا دابا وليت كندير كل عام كندير شي حاجه جديده. هذه القدره اللي القدره الى قدره الله سبحانه وتعالى عز وجل والحمد لله. من على هذيك القصه اللي بغيت نقول لك، على حسب ملي كان عندي 13 سنه زيت مخشيت السكر بسناني. هذيك الساعه باقي صغير، باقي طايش، ما كنتش كنعرف اللي قال لي نديرها كنديرها. دابا لا، دابا ولينا ولا ود دابا كندير شي حاجه قاصحه قصح من داك الشيء. كل عام كندير انا ودربي عنده 13 عام كيهز 5 شهور. كيفاش تقبلوها عائلتك؟ ما قالوش مدرسة مسكون راه كيقولوا مسكون، كيقولوا كل واحد كيقول. حنا المغاربه راه كتعرف بان احتراماتي للمغاربه كلهم سميتو، ولكن بالنسبه لي انا اللي قال شي حاجه ما عندي سوق يقول اللي عجبهم. انا اللي فراسي صراحه، انا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، يقول مسكون، يقول اللي عجبو. انا اللي فراسي انا كندير الخير في الله سبحانه وتعالى عز وجل، فهمتي؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. تقريبا مدة 1984 ديك الشهرة اللي بديت فيها مزيان وبدا لي الطرام محسن الله يذكره بخير، هذاك صديق ديالي ديال لحد الان صديقنا ديالنا مزيان، راه في كازا دابا، هو اللي عطاني فرصة. ما كون ما كانش واحد بوحميد في هذيك اللحظة ملي عطاني فرصة وتشهرت وداك سميتو، جا عندي سي بوحميد قال لي لا راني ما عرفتك نصحابك راك تضحك معايا سميتو. قلت لي اسمح لي نرد عليك، ما كتعطوش قيمة لولاد آسي، حنا ولاد البلاد ما كيعطوش قيمة لولاد البلاد. والله أنا تنقول لك إمكانية المادة والقيمة والمعنى ما كايناش. تفضل مرحبا. لا ما بقاش كنديرها هنا في المغرب بالكل، ماشي توقفوا، الا بغيت ندير شي حاجه نديرها بقيمتها، ماشي كيف المره الاولى علي جا المهرجانات ديال المدن وكذا كذا. الا ما بقيت بغيت ندير داك الشيء، لو بغيت ندير غير شهره غير مره واحده احسن من 10. اذا درتها شي وحده بحال درت ما كي دابا جبتيني ياك اسفي، كيعطوا قيمه ماشي لولاد البلاد في الشهره، وفي اللي جا كيعطي اهميه قيمه. والله حنا ولاد البلاد ما كيهتموش بينا، عمرهم ما عيطوا عليا هنا. ياك المهرجانات كيكونوا بزاف عمرهم ما عيطوا عليا، وما غنمشيش ليهم. انا صريح، واخا عيطوا عليا ما نمشيش ليهم. عرفتي علاش؟ تيبغوا هذاك شي واحد اللي ماشي ولد البلاد وك سميتو، تيبغوا يعطوا لي بغاو وك سميتو. بالنسبه لي انايا معروف ماشي في المغرب، في العالم كله، وربي كبير، وبلادي ما نستغلش عليها وما نتخلاش عليها اسفي. مؤخرا دخلت بيت النار، مؤخرا دخلت لي من بيت النار، داك ديال 45 دقيقه
القناه ديال 45 دقيقه ما كان ما صدقوش، ولكن في هذيك اللحظه ملي دخلت لهم ديك سميتو جاوا شي وحدين دوك شي وحدين تمايا من دوك الاخوانيين سميتو داروا عليا الحطاب ودار عليا سميتو، وملي خرجت احترموني بزاف قدروني بزاف. انا ماشي اش نقول لك، هذاك الشيء ديال الله صافي. الامراض اللي كنعالج اللي كيعالج هو الله سبحانه وتعالى عز وجل، حنا على السبب والكمال عليك يا مولانا. درت تجربه اول مره، فاش درت تجربه درت تجربه في لحمي، انا كنت كنجرح لحمي وندوز عليها وكيتسد هذاك الجرح، عرفت براسي عندي تقريبا اي مرض كما كان النوع ديالو، غير كل ما مزيودش به كل ما مولودش به، اي مرض كما كان النوع ديالو غير كل ما مزيودش به. الله سبحانه وتعالى عز وجل قال لك في القران كل داء ليه دواء، اللي يقلب على شي حاجه يلقاها. قالوا النصارى تيشيخ تيتغوف قلب تلقى بزاف، ولا يجرو داك سميتو، ولكن هذاك رياضه، انا ما درتش رياضه، انا موهبه. هما داروا الرياضه ودخلوها، وكاين كاين الان اللي تيخدم سميتي، كاين الان شحال من واحد تيخدم سميتي دابا حاليا تيقول لهم انا هو دخان عبد السلام، وهذا هو دخان عبد السلام الحقيقي. العمليات شنو دابا معاك؟ نعم. ما كيحسش به بلا بنج بلا يديك خليك، انا بداك التركيز داك الشيء كنعطي كونسنتراسيون داك الشيء ديال التركيز ديالي بحال تيبنج داك الشيء، داك الشيء ما نقولش لك، ولكن ديالي وتنحط يدي وهذاك داك الشيء في يدي تيتحل داك البلاصه، وتنجبد داك الميكروب وتنعطيه ليه في البلاصه وتنسد داك البلاصه، نقول له الله يسخر الله يعاونك الله يجيب لك اللي فيها الخير بلا خياطه بلا بنج، وكندير الخير والخير خير ديال الله سبحانه وتعالى. اينا ولكن ما شكون دابا طلبت لهم بانني نوقف لهم لاكوبتي ما نخلاش طير، ماشي بعيني داك الشيء ديالي، هذاك الشيء ما نقدرش نقول لك باش، ولكن بالنسبه لي غادي نشد لا ندير لا قناب ولا شي حاجه ونديرها في اسناني سميتو ما نخلاش طير ما نخلاش تطلعني. هي هذاك لاكوبتير راه اونتي شار، داك الطن كتهزو الطوموبيل كتهزها كلشي كتهزو، انا ما ترفعنيش من الارض ما ترفعنيش، وما كاينش لي ما كاينش لي يزعم ليا على داك الشيء، ما كاينش لي يزعم. داك اللي غادي يسوق داك لاكوبتير ما كاينش غادي يزعم عليها. شحال من واحد قلتها لهم، قلت لهم بزاف وبغيت نديرها، ولكن ما لقيتش اللي غادي يديرها ليا. ماشي هي هذيك بزاف بزاف بزاف، بحال هادو درتهم، درت الكمية داز ليا على كرشي ونعس على المسامر، درت ليمون كيحسكني على الكرش ديالي راه درتها في الإذاعات كلهم وما دارت لي حتى شي حاجة، و بزاف درت، ولكن ما كاينش اللي يقدرها، شكون غادي يقدرها ليك؟ تران كيف والو عكس كروطي هذاك، تران ولا كاميو ولا داك الشيء راه كنحس به بحال ما دير حتى حاجه والله العظيم. ماشي شي حاجه، انا بغيت شي حاجه قاصحه باش نعطي اهميه لبلادي بالاخص اسي ومغربنا. بحال ديك لا كوبتي ما خلاش طير، هذيك راه ما يخدمش العقل. شحال واحد غادي يقول لك، غادي يقول لك شوف ملي كدير داك الشيء اذا وقال لك السحر ولا شي حاجه، ولا يفلح الساحر حيث اتى. انا كنبغي الخير للناس، اللي نبغي لولادي نبغي لولاد الناس، واللي نبغي لبناتي نبغي لبنات الناس، هذا الشيء اللي كاين. دابا في هذاك الوقت ديال 84 ماشي بحال هذا الوقت، نعطيك دليل، الاحترام ما بقاش، هذا الدليل، احترام غير احترام في التعليم، الاستاذ ما بقاش كتحترم الاستاذ، هذا غير قلت لك. دابا لا ما بقاش كي دابا بنادم ولا مطور ولا داكشي الكترونيك ولا داكشي ديال كلشي، ولا عرفتي كانت عرضت عليا داك الاذاعه ديال اسبانيا وصيفطت ليا قالت لي تجيب لي نجي عندك وديني داكشي قدامنا، حقتاش مشي عند داك واحد البطل اللي كان كيمشي فوق الماء وداك سميتو ميريكان سميتو هذاك انجلي ما سميتو بحال سميتو
كان كيمشي فوق الماء، وملي مشى ملي مشاو عندو خسروا الفلوس خسروا ذوك الاذاعات، ملي مشاو لقاو داير داكشي لي تريك وداك سميتو وما بقاوش طاقوا، وقالوا لي خصنا نشوفوا داكشي قدامنا. قلت لهم جيو مرحبا بكم خصنا نعطيكم الدليل، وما جاوش. انا كنصوب داكشي ديالي بيدي، انا كنصوب داكشي ديالي بيدي صراحه. هادشي راه قاص، هادشي هادشي اسي مشى مشى مع الناس الاولين، ما كاينش اللي يدوي عليه. علاش اللي ما ندويش عليه؟ راه كياكل كياكل الشحط اسي، راه ما كاينش اللي عاقبيه. انا اللي عارفه دابا وحق ومزيان هاد الماء، قسم بالله ملي كتجي ديك المره دابا 10 سنين لا 13 عام كان الماء ديما عامر ونقي، دابا والو الجفاف. اصحابي الخارقين في المغرب، اش نقول لك؟ الاول الصالحي طيف وداك سميتو، كاين المالكي، كاين داك سميتو، هذوك ماشي خارقين ولكن رياضه عندهم، ولكن كنقدرهم وكن ما كنحترم ماشي هما بزاف، بحال كاين كاين داك عبد الواحد بدوح هذاك تيخدم لي على الشهره ديالتي وسميتي، ما كاين حتى مشكل. اللي كيعرفوا راه كيعرفوا، اللي ما كيعرفوش كيعرفوش. ها اه وكاين الثاني المكي الصغيره صديق ديالي، هذاك متفق معاك، داز معايا في التلفزيون، داز معايا في مزيو، شاف داك الشيء وكيعرض عليا، ولكن الوقت فاش نمشي عندو كل مره كنقول غنمشي عندو، ولكن دا تجيب الوقت نمشي عندو. المكي الصغيره واش هو فعلا كيعالج داكشي بيناتهم؟ داكشي لا لا، لانه مشى طلع رومانيا، مشى تركيا، لك لاحظ انه عنده هو الصفوفه ديال عباد الله. واش الصفوفه ديال عباد الله؟ انا لا شتي شتي الا جاوني 10 الناس يكونوا سميتو بحال جاني 100 ولا 200 احسن من ديك. انا ملي كنت في كازا قلت العيون داخله بوجدور راه الزحام، ودابا راه عندي الناس بزاف، دابا حاليا راه كيدقوا عليا دابا نيت. انا ما كنبغيش الناس بزاف اللي غادي يكثروا عليا بدون سميتو. الا بغيت نعطي الانسان الطاقه ديال الانسان مثلا، الا بغيت نعطي ال 100 نعطي ال 10 بشويه عليا. الا عطيت الا عطيتو الا عطيت ال 100 بحال ما عطيتهم والو، نعطي كل واحد شويه كل واحد شويه بحال ما عطيت والو. خاصني نعطي مثلا لك غادي نعطيه كيلو كيلو ديال الطاقه في المثل، غنعطيه ربع شحال غادي تخلصو؟ كيلو ولا ربع ياك، ما غادي يبقاش يمشي يجي لك، خاصك تعطيه كيلو ديالو كامل، تعطيه وقته. دوك 10 الناس نعطيهم وقتهم وندير من التركيز ديالهم ويمشيو بخير وعلى خير. بالنسبه لي انايا متفق معاك، نص نص كون سكر تعالج العلاج ديال الله سبحانه وتعالى. وهذاك الشيء بينه وبين ندبر راسو، انا ما نقدرش نعلم ليه، ولا يعلم الغيب الا الله. كي وصلوا لي بالشهره ديالي معروف انا اسي، يجي الاسي كيما كان النوع ديالي كيقول لي مدخان عبد السلام يوروه فين كاين، وثانيا تيكون التليفون 0661 52 37 94 عندي في اليوتيوب في الفيسبوك في كل شيء، والفيديوهات اللي كنلوحهم دائما تنلوحهم فيهم التليفون، واللي جا عندي مرحبا به الحمد لله بخير ولا خير. لاش الضغط؟ ايوا ولا الضغط، صبر صبر سيد الناس يصبر كيلحقوا الظل. كون دمك الانجليزي بارد، اللي بغى يربح العام طويل ودير الخير تلقى الخير، صافي هادشي اللي كنعرف وربي كبير. واه اسي اسي كان بالنسبه لي انا اسي كنموت عليه، ولاد البلاد كنموت عليهم، بالاخص المغرب هنا كله فهمتي، اسي تنموت عليه بزاف. اسي بلادي زينه وكنغير عليها، وان شاء الله قريبا قريبا اسي غادي يولي بخير وعلى خير 100%. الحاجه وحده اللي نقول لك، الحشيش التدخين الكارو الزبل خرجنينا على ولادنا، ولا نزينين ولكن
الله غالب، واللي بغى يقطع داك الزبل يجي عندي مرحبا به على راسي وعيني. اللهم يسر ولا تعسر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم.